محطتنا الأخيرة بعالم الصباح لحتى سوا نخلص تحضيراتنا لليوم، مقلوبة البتنجان وآخر شيء كمان بعد عنا السلد. مشاهدينا بلش الرز يجهز. شو شاف؟ شو رأيك؟ هيدا الرز أكل وقت بسيط جدا، كنا نعينه شي ساعة بالماء. أوكي. غمرناه، أخذ نص كمية الماء اللي لازم ياخذها، قلينا بصل، ثوم، لحمة مفرومة وبهارات وصار تقريبا شبه جاهز. انا ناطره تنشوف عم نعمل بندوره، نقلب القصه كلها. بندوره مع ملح نتركها تتقلى شوي. عندنا سلطه صارت جاهزه، نحضرها لنكسب وقت ونعمل المقلوبه نقلبها. هيدي رح نحط لها خل وزيت وملح، مش اكثر من هيك. هيدا زيت. عم نعمل صوص طبيعي اللي بتعمله اي ست بالبيت. اوكي. ما حنفوت ملح، ما حنكتر لانه في زيتون بقلبه ملح. صح. وهيدا خل ابيض، خل التفاح، فيكم تستبدلوه بعصير الحامض. هيدي صارت جاهزة. هلا اليوم ما فينا ننكر انه اللي اخذ الضجة كلها هو هالكيك. الكيك هون اخذ كل الضجة. وخاصة معه العسل البلدي. ايه ايه ايه. اللي حكينا عليه. هيدي كمان صارت جاهزة. البندورة بدك تحطهم بالكعب يعني؟ بالكعب. هيدي الصينية. وراح نجيب اللحمة والبتنجان. البتنجان شفنا البتنجان كيف الزيت ما في ابدا بهالشكل على الداير. خليته شوي انا زيادة. اكيد فينا نعمل بتنجان كثير طيب بهالشكل هيدا، ونعمل معه بصل ناعم، ثوم ناعم، بندوره ناعمه نقليهم على النار، وبس يستووا شوي بنحط عليهم شراب الرمان على الوجه. وقبل ما نحطهم على الباذنجان نحط لهم كزبره خضراء كثير بيطلع طيب. اوكي. خاصه اذا عم نعمل مع السمك فبيطلع شهي جدا. الباذنجان فينا نعمله اذا كمان بدنا ابدا ما يعني ما نفوت بموضوع القلي، كنا نحطه بالفرن كمان بيزبط معنا 100%. اوكي. هيدا خلص. عظيم. البندورة صارت جاهزة، رح نحط مقلب لنعمل الكاجو. في بسيط من الزيت و نقلة. نعين. هيدا لغادة. بندورة نحط على الباذنجان بهالشكل. إذا شفتي قد ايه سهل حتى الكيك اللي عم تحكي عنه. طحين، حليب، بس هو شكل بيض الفينال اخر، خصوصا إذا عم نعمله الصبح على الفطور الصباحي. صح. شيء بشهي بيطلع. نجيب معلقة لنعمل الرز واللحمة. اللحمة قلنا عملناها قبل بوقت، قليناها شوي لأخذت لون، شفنا اللون اللي أخذته، لأنه إذا بنسلقها بدون قلي بتطلع كثير بيضة. أوكي. هيدي اللحمة بالنص. في أشخاص ما بيعملوا لحمة، بيحطوا صدور الدجاج كمان، اللي ما بيحبوا اللحمة. ايه في ناس ما بتحب. صح. شو نعملوها بشي تاني؟ هيدي جاهزة. رح نطفي عليها. الكاجو تمام. دايما بنذكر الرز ما يكون منشف، شفنا كيف طلع؟ بعده كأنه طري شوي.
هلا بس نتركه على الطاولة خمس دقايق نشوف انه صار لحتى كمان نقدر نقلبها جاهز. هلا اذا انت متكل علي بالكاجو لا خلص انا متكل عليك اليوم بالكاجو ان شاء الله ما يحترقوا. اوكي رح اطفي عليهم بعتقد خلص طفينا. دائما اي صنف من القلوبات عم نقليها بنطفي عليها قبل ما تصير 100% لانه بتضل الحراره اللي بقلبها مظبوط تستوي على الحراره اللي فيها. بهالشكل بنكبسها او بورقه نايلون. وجرت السكب هلا بتصير مقلوبه. هلا بقى واحد مقاديرها كمان عم تمرق بهالوقت. هلا بنرجع بالاخر بنذكر بكل المقادير لكل شيء. واو روعه. هيدي صارت جاهزه. بعد عنا الكاجو نحطها على الوجه بهالشكل. اذا بتحبوا نعمل صلصة البندورة طماط فريش لحدها. فينا نعمل تاكل حدها لبن. في اشخاص بيعملوا صلصة انا ما بفضل كتير نعمل لبن. بتفضل تكون صلصة هي حمراء. صلصة حمراء رح نعملها بشكل سريع دغري ما بدي وقت. بس قبل رح نحط لها كمان هيدي بيمشي مع الحر. اشخاص كثير بفضلوا الحر بشكل حر. مش كل الناس حسب. اوكي هيدي صارت جاهزة. بدنا نحط لها محل. تفضل رح نعمل بدنا بصر. نعمل صلصة وبدنا نرجع نذكر شو عملنا. نذكر ايه اكيد. شو راح نحط بصلة ناعمة. بصل وبندورة. فينا نضيفتهم ما حنحطهم لانه حطينا بقلب اللحمة. فينا نضيف لها شيء بسيط من الحر. رح نحط لها كزبرة خضراء طنجرة. هيدي يعني افضل ما نعمل لبن على جنبه. زيت زيتون البصل. انا بس قطعت بصل هربت لحظه. كيف بنعمل يعني حتى اذا عم نعمل رز الكبسه او المندي نفس الشيء. نفس الشيء دائما بنفضل يعني نغير شوي عن اللبن. اوكي اضبط. نفرمها ناعم تستوي بسرعة. في وقت قلت حتى نخلص. بعد نحرك البصلة دائما أهم شيء بالبصل ما ياخذ لون على داير. احنا عم نشتغل فيه نتركه على نار خفيفة. اوكي. وفينا إذا بدنا كمان الستات بخافوا يفرموا البصل يحرحروا كثير منه فينا نعملها كلها نحط البصل والثوم والبندوره ونعملهم على البلندر ضربه واحده بينعموا وبنرجع بنحطهم على النار. اوكي وبنقدمها مع الرز الكبسه مع المقلوبه مع المندي. فينا نعملها وفينا نعملها نزيد عليها الحبق وتصير مع الباستا. تغير الوضع كمان بتغير الوضع كليا. بس تغير الوضع كليا. صلصة حمراء بتمشي وكتير طيبة. أنا بتمشي مع كل شيء. بتمشي مع كل شيء هيدي الصوص كتير طيب. لأنه هيدي البندورة كزبرة خضرة شوي.
فينا نضيف رب البندوره، بس انا استنى بفضل يبقى لونها هيك حلو على لون البندوره الطبيعيه. مظبوط. الكزبره رح اتركها اخر شيء، بس بدي اشيل الصلصه على النار وبنضيفها عليها. رح ناخذ شقفه صغيره حار ونحطه بقلبه هذا الحر. البهارات ملح اكيد، رشه بهار ابيض ورشه بابريكا حلوه فاذا بصل. فينا نضيف ثوم، فينا ما نضيف ثوم ناعم. البندوره كمان طيب مع ثوم كمان، بس انا ضفت شوي بقلب ال هون مشان هيك حنعملها بدون ثوم. فينا نعملها بهالشكل اذا بحبوها ناعمه اكثر. بعد ما تخلص كمان نرجع نخفقها بقلب الطنجره بنضربها بالخلاط. اوكي. كمان بترجع بتنعم اكثر. واذا بتحبوا كمان نشيل قشره البندوره. برجع بذكركم دائما البندوره بنغلي مي مده بس تغلي المي بنحط البندوره بقلبها مده 4 دقائق. بنشيلها كعبه شوي بهالشكل. إذا عم نعمل أي صنف بندورة بالطبخ بنشيل بندورة بهالشكل هيك نعملها وبنرجع بنقصها من تحت هيك، وهيك بتصير. وبنحطها بمي مغلية 4 دقايق بتتقشر، ما بنعود نلاقي أبدا قشر نحن وعم نقدم الأطباق. هيدي غليت، رح نضيف الكزبرة الخضراء. بنحرك شوي بسيط ونطفي النار. خلصت، صارت جاهزه. شفتي شو لون الكزبره حلوه؟ ايه بتضل اخضر، دائما لازم تضل الكزبره خضراء. هيدي صارت جاهزه، رح نسكبها ونحطها على جنب. فينا نحط اذا بدك على وجهها شوي على جنب يلي بده هيك بزيد اللي بحب بزيد. هلا بحطه هون اشعله. عظيم، هينة كثير سريعة. هينة وكثير طيبة معها. اوكي شايف احنا بعد عنا بفتكر دقيقة لنرجع شوي نقول شو حطينا بالسلاد وكيف عملنا السلاد. عملنا خس القنديف، حطينا معه روكا، قلنا فينا نستبدله بالزعتر. حطينا معه خس عادي، حطينا جبنه بيضه وزيتون، حطينا فليفله وعملنا صوص الخل عليه، خل وزيت زيتون ورشه ملح ورشه بهار. المقلوبه الباذنجان نصحناهم دائما اذا بتشوفي حتى الزيت يعني لازم يكون في زيت بكعب الجاد ما نزل منه شيء، يا اما بيعملوها بطحين الذره للباذنجان بعد قبل القلي او بطحين القمح العادي. بنرجع بنقليها. اوكي. وبنرجع بنعمل بصل ناعم، ثوم ناعم، لحمه مفرومه، رز حبه طويله، ملح بهار وقرفه، وبنغمرهم بمية اللحمه. بكون على جنب عم نسلق لحمه موزات بنقطعها وزن 30 جرام. بنرجع بنسكب الباذنجان، البندوره بنقليها شوي بنحطها بالكعب وبنحط الرز وبنقلبها بتصير بهالشكل هيدا. وعملنا صوص بندوره على جنب. وصوص البندوره على جنب، بيعطيك الف عافيه. انت رح نرجع نشوفك السبت ان شاء الله. الله هذا السبت اكيد باطباق وصفات جديده، انما بكره عالم الصباح بلاقيكم مثل العاده مشاهدينا ابتداء من الساعه 10 بتوقيت بيروت. بقيه النهار كثير حلو للجميع.